السلام عليكم. تحسبا للبطولة الإفريقية للفرق المحلية، يتم حاليا إعادة تهيئة ملعب مصطفى تشاكر بالبوليدة، وذلك لسبب التأخر الذي يعرفه هو ملعب عنابة. وسبق لي وأن قلت أن هذا الملعب لن يكون جاهزا للبطولة الإفريقية للمحليين، ولقيت يعني انتقادات كبيرة من طرف المتتبعين. قال لك انت ما تحبش عنابة وما راك تتكلم في الفراغ. الآن ظهر انه الاشغال نتاع التهيئة نتاع ملعب عنابة راهي مش القضية مش تعرف تأخر، لكن الأشغال الحجم نتاعها كبير والوقت ما يسمحش باش تنتهي في أجلها المحددة. إذا تقرر إعادة تهيئة ملعب مصطفى تشاكر بالبوليدة لاحتضان لي يعني احتضان مقابلات اللي كانت راح تجري في عنابة، وإن شاء الله أنا متأكد أنه الملعب تاع عنابة سوف يكون جاهزا في 2025 لاحتضان البطولة الإفريقية للأكابر ألف الكان وليس الشان، وأني متأكد أن حث الجزائر في احتضان هذه البطولة كبيرة جدا بسبب الملاعب اللي عندنا 7 ملاعب تمت الهومولوغاسيون تاعها من طرف الكاف. إذا إن شاء الله تكون هذه صفعة جديدة سوف تتلقاها الجارة الغربية التي تتنافس مع الجزائر لتنظيم هذه البطولة الإفريقية، ونكتفي بهذا القدر والسلام عليكم.